محمود ناصر شعبان. محمود انت عندك كام سنه؟ 21. طيب تحب التمثيل؟ اه. ولا الغنى كمان؟ والغنى كمان. طب برافو. ها تحب تمثل ولا تغني الاول؟ اغني الاول يعني. اتفضل. ماشي اغني اغنيه مصطفى كامل انا جاي اسلم عليه. اتفضل. وعليكم السلام. انا جاي اسلم عليك واقول لك هتوحشني، ده انا هيعز عليا جروحك، ده انا لو بعيد بعيد بعيني لكن بقلبي. طب واضح ان انت تتمتع باذن موسيقيه مش كده؟ هنسمع ايه تاني؟ برضه هو مصطفى كامل ولا ايه؟ نفس الاذن الموسيقيه برضه. انا جاي اسلم عليك. مثل بقى. مثل؟ اه. انا عارف نفسك فيها قبل ما تموت، تقول كلمتين وتموت. بس تقول اللي في نفسك فعلا بنفس الاحساس. يلا عشان نقمص بقى. يلا نفسك فيها قبل ما تموت. نفسي اشوف اللي بحبها واخدها في حضني بجد. ده ايه اللي نفسك ايه حضرتك؟ نفسي اشوف اللي بحبها واخدها في حضني. عد بقى كده. نفسي اشوف اللي بحبها واخدها في حضني. بس كده سبع كلمات. انا عايز كلمتين. كلمتين بس؟ اه. اديني الاول احساس ان انت مشنوق. ابرق بقى. ابرق. ابرق حضرتك. يعني انت لما حد بيخنقك مش بتبرق؟ اه. طيب. اهو ابرق. ابرق اكتر. اكتر من كده. وشنفر. مخنوق ايوه. انت المفروض ان انت مطرب وجاي جنينه هنا عشان تصور فيديو كليب للاغنيه. اكتف انفخ بفلوسي. قول لهم كده بفلوسي. كده بفلوسي. انا دافع فلوس. انا دافع فلوس. اه. انتاج ضخم جدا. انتاج ضخم جدا. اه. وعامل لكم بريك عمركم ما شفتوه. عارف البريك حضرتك؟ قول قول عامل لكم بريك عمركم ما شفتوه. عامل لكم بريك عمركم ما شفتوه. عارف البريك حضرتك؟ عارف البريك حضرتك؟ جاهزين؟ جاهزين يا استاذ. ماشي. يلا ابدا. يلا يا فندم. يلا. انا شارب سيجاره بني بني بني. يا جدعان ايه في ايه؟ انا شارب سيجاره بني بني بني، حاسس ان دماغي بتاكلني بتاكلني بتاكلني، قاعد في الحاره بسقط بسقط بسقط، والغسيل عمال بينقط، والشارع اللي ورايا قدام، الشارع اللي ورايا قدام، والكلام على طرف لساني، الكلام على طرف لساني، اجي اتكلم بتلخبط بتلخبط، يا عمي ولع يا سيدي ولع، كفته 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 كفته. بص فين حضرتك؟ بص على الميديم. انا خايفه يا حبيبي لما تبقى نجم ومشهور بنات تيجي تعكسك تنساني. ما اقدر انساكي. ما اقدرش انسى فضلك عليا انك لميت فلوس وفضلت ترقصي وتلمي فلوس عشان تعملي الشريط. مستعجل ليه؟ براحتك خالص. الصمت الممثل يبان في لحظات الصمت. هو كده. كل ما تسكت اكتر كل ما المنتج يبيع اكتر. لما يبيع طيب يا بابا. لو كل ممثل مستعجل كده هتبقى الحلقه 5 دقايق. لازم الحلقه 45 دقيقه. احنا بنلعب الشرايط يا استاذ. اتفضل يا استاذ. صوتك حلو قوي بجد وكل رومانسيه كده بجد. ده انا من اول ما شفتك مش عارفه حصل لي ايه والله. حلو كده. خد بالك انت حبيتها من اول نظره. اديني كده حب من اول نظره من غير كلام. من غير كلام. اه.